إذن لمتابعة التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار الاحتلال في ارتكابه مجازر ضد المدنيين، يأتي ذلك بالتزامن مع قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. ينضم إلينا عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، وننتظر عبر سكايب من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر. مرحبا بكما. أبدأ معكم أستاذ محمود. 172 يوما على الحرب في قطاع غزة، وهذا العدوان الوحشي المستمر على القطاع وعلى سكان القطاع، ولكن يواصل جيش الاحتلال أن يرتكب المجازر في قطاع غزة ويخلف عشرات القتلى والجرحى. أستاذ محمود، بعد 172 يوما، لماذا هذا الإصرار على استهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ هذه الحكومة الصهيونية العنصرية المتطرفة ما زالت ترتكب حقيقة الجرائم اليومية تجاه أهلنا في قطاع غزة. يعني ما نشاهده في كل لحظة، هناك جرائم يومية، هناك جرائم ضد الأطفال، هناك جرائم ضد النساء الشيوخ، حتى أن السكان الذين ينزحون ونزحوا عدة مرات يتعرضون للقتل والإبادة بشكل يوم. كثير من المشاهدات من خلال الإعلام العربي والدولي يظهر أن معظم السكان قطاع غزة نزحوا أكثر من عشر مرات باتجاه على أمل أن يجدوا مكان آمن. ومعظم الناس الذين يعيشون في قطاع غزة يقولون ويؤكدون أن لا مكان آمن في قطاع غزة. فلذلك هذه الحكومة، حكومة الاحتلال، لم تحول قطاع غزة إلى مقبرة فقط، بل حولتها إلى مقبرة للقانون الدولي. كل هذه الاتفاقيات دفنت في قطاع غزة مع الشهداء. هذه الاتفاقيات التي كتبت منذ 100 عام، سواء كانت لاهاي أو القانون الإنساني العالمي وكثير من القوانين التي يجب على الاحتلال، تلزم الاحتلال بالالتزام بكل القوانين الدولية في أيام الاحتلال أو مناطق المحتلة، ولكن هذا حقيقة لا ينطبق على هذه العصابة المجرمة في تل أبيب. هي تقتل من أجل القتل، هي ترتكب كل الجرائم. يعني لا غوانتنامو ولا أبو غريب ولا المغول ولا يعني لو تقرأ كل هذه الأسماء التي تدل على الجرائم ستجد هذه العصابة في تل أبيب هي في المقدمة في الإبادة، في القتل، في قتل الأطفال، في استخدام كل أساليب القتل الوحشية. يعني الوحوش تستحي حقيقة وتخجل مما يفعله جنود الاحتلال في قطاع غزة وخاصة في مجمع الشفاء الطبي. يعني هذا الاحتلال، يعني إذا قلنا له نازي أو فاشي فهذا قليل حقيقة، قليل في حق هذا الوصف. فهذه الحكومة المتطرفة يعني تتلذذ في قتل الناس، في قتل الأطفال، في قتل النساء. يعني نشاهد، الكل يشاهد هذه الجرائم. لا يعني وحتى رغم أن هناك قرار لمجلس الأمن الدولي، الكل ساكن، الكل يتفرد على هذه الجريمة اليومية في قطاع غزة. أستاذ محمود، سنأتي على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن دعنا نبقى في هذه النقطة، وهو أن الاحتلال يمارس جرائمه ضد المدنيين، رغم أن الاحتلال يصرح بأنه ضد حركة حماس، ولكنه يستهدف، والأيام أثبتت عكس ذلك، أنه يستهدف المدنيين. يعني استهداف المدنيين هل هو نوع من الضغط يمارسه الاحتلال على فصائل المقاومة الفلسطينية أستاذ محمود؟ أبداً، ليست وسائل ضغط، وإنما هي شهوة القتل
لهذا الإجرام الصهيوني في قطاع غزة. ليست أهدافه أن يدمر المقاومة، المقاومة الفلسطينية يعني على مدى 172 يوم من القتل والتدمير. يعني هل ماذا فعلت يعني هذه الآلة العسكرية الصهيونية؟ يعني لم نشاهد سوى مدنيين معتقلين، سوى مدنيين أسرى، لم نشاهد إلا النساء والأطفال، لم نشاهد المقاومين تم أسرهم. وبالتالي هذه الحكومة بجيشها المجرم الوحشي يمارس حقيقة هذه الأساليب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وليست بهدف القضاء على المقاومة. يعني كل المحللين سواء سياسيين أو عسكريين أو حتى ميدانيين في قطاع غزة لم يعني أثبتوا أن كل ما فعله الجيش الصهيوني في قطاع غزة هو دمار وقتل. يعني دمر قطاع غزة وقتل المدنيين. لم يعني المقاومة ما زالت منذ اليوم الأول من العدوان وهي تدافع وهي تقاتل وهي ما زالت حتى اليوم. يعني حتى اليوم تم إطلاق كثير من الرشقات الصاروخية باتجاه مدن الكيان الصهيوني في شمال قطاع غزة. يعني هذا يدل على فشل الخطط الصهيونية إذا كانت هذه هي الخطط. ولكن ما يبدو للعيان، ما يبدو لكل من يراقب ما يحدث في قطاع غزة هي جريمة يرتكبها هذا الاحتلال وبقصد وبعمد. يعني يتعمد الجيش الصهيوني قتل الأطفال، يتعمد انتهاك حرمة النساء، يتعمد قتل الشيوخ، يتعمد تدمير المنازل الذي هو يعلم أنها هناك ساكنين في هذه المنازل، ويتعمد طيب تدمير محمود. هذه نعم. المنازل فوق أصحابها. أرحب، انضم إلينا عبر الهاتف من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر. دكتور إبراهيم مرحبا بكم. يعني رغم قرار مجلس الأمن أمس بوقف إطلاق النار، ولكن الاحتلال يستمر في انتهاكاته وفي تنفيذ غاراته يستهدف المدنيين في قطاع غزة. بداية دكتور إبراهيم، كيف نظرتم إلى قرار مجلس الأمن الدولي ومدى تطبيقه من قبل الاحتلال؟ هل سيلتزم بهذا القرار دكتور؟ نعم، بداية تحية لك ولجميع المشاهدين وللضيف الكريم. حياك الله. صحيح، هذا القرار يعني بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو مثل باقي القرارات الأمم المتحدة التي لم يرضخ لها ولن يرضخ لها، حيث أنه منذ العام 48 إلى اليوم هناك 42 مرة صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قرارات في صالح فلسطين واستخدمت حق النقد الفيتو 42 مرة. طيب. وإضافة إلى كل القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن لم ترضخ لها إسرائيل ولم تطبقها، وهذه المرة يعني الأمر سيبقى كما هو. الطرف الإسرائيلي مستمر في مجازره وفي قتله وفي تدميره وفي إعاقة ويعني جعل الفلسطينيين فعلا ييأسوا من عنصر الحياة في قطاع غزة. أظن أن الأمور لن تتغير، واضح أنها لن تتغير، وإسرائيل ستواصل همجيتها وأيضا استراتيجيتها العنصري والدموي في قطاع غزة. أستاذ محمود، الاحتلال في أول رد فعل له على قرار مجلس الأمن الدولي طبعا بالبداية هو ولا زال مستمر استهجن القرار ورفضه، وذلك استهجن القرار بسبب امتناع مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق النقض الفيتو ضد هذا القرار. ولكن هل من ربط بين إلغاء زيارة وفد بلاده إلى واشنطن وهل ربط بين الموقف الأمريكي الذي لم يستخدم حق النقض الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي أستاذ محمود؟ ظاهر أن هناك يعني احتجاج من الحكومة الصهيونية على اتخاذ الولايات المتحدة يعني الامتناع عن التصويت في القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي المرقب ب 27-28. ولكن حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هما يعني جهة واحدة بالنسبة للعدوان على قطاع غزة. يعني هذا يعني أنا بعتقد أن هذا نفاق
هو نفاق أمريكي، نفاق حتى نفاق غربي، يعني هذا النفاق الغربي التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، والتي في بعض الأحيان تحزن على موت 30,000 شهيد في قطاع غزة، وأكثر من 74,000 جريح والمفقودين، والمأساة الكارثة التي تسببت بها هذه الحكومة الصهيونية هي بدعم هذه الإدارة الأمريكية المجرمة، يعني الإدارة الأمريكية الحالية وكسابقاتها هي تمارس القتل مثل الآلة الصهيونية، لأن الآلة الصهيونية وجالنت هو وزير الدفاع الصهيوني هو لماذا يريد أن يذهب إلى الولايات المتحدة؟ يريد أن يأتي بمزيد من الأسلحة، لأن مخازن الأسلحة التي جهزتها له الولايات المتحدة والحلف الأطلسي أصبحت فارغة، لأن هنا ما أنزلته على قطاع غزة لم تنزله في 6 سنوات من الحرب العالمية الثانية. الآن الولايات المتحدة الأمريكية وكأنها يعني تتحدث كشخصين أو صوتين، صوت يريد يدعم الكيان الصهيوني بكافة أنواع الأسلحة، وأمام العالم تقول أنه لا تذهبوا إلى رفح لأن هناك ستزداد عملية قتل المدنيين، وكأن قلب الولايات المتحدة وإدارتها على المدنيين الفلسطينيين ومتناسين. نعم. ما يحصل حقيقة في قطاع غزة. طيب. يعني المجازر التي ترتكب الآن في مجمع الشفاء الطبي يندى لها جبين الإنسانية، ولم تتحرك هذه الدولة القاتلة مثل جالنت ونتنياهو وبن غفير وسيموتريتش. دكتور إبراهيم، أريد أن أخذ رأيكم في أمر ما. هناك من يقول إن القرار الأممي والموقف الأمريكي وما سبقه من زيارة جانتس لواشنطن يكشف ربما عن تحول من الإدارة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو. طبعا هذا التحول يوصف بأنه ربما العلاقة الآن سلبية بين الطرفين، هل هذا صحيح دكتور؟ والله كما تفضل الضيف، يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ اللحظة الأولى هي شريك في العدوان على قطاع غزة، هذه حتمية أصبحت يعني معروفة للجميع. لكن كما نعلم يعني هناك عدم تفاهم قديم جديد بين الرجلين، يعني منذ إدارة أوباما، وهذا الأمر يعني تحدى نتنياهو الإدارة الأمريكية وزار الكونغرس وألقى خطابا فيه دون أن يزور أوباما في البيت الأبيض، فهناك فعلا يعني حساسية وعدم تفاهم قديم بين الرجلين وبين الحزب الديمقراطي ونتنياهو يعني تحديدا. ففعلا هناك الآن نوع من أنواع الأزمة يعني، لكن كما ذكر اليوم كيربي وبالأمس أيضا المسؤولين الأمريكيين أن عدم يعني استخدام الفيتو في مجلس الأمن لن يؤثر على تزويد الطرف الإسرائيلي بالسلاح، ولا أيضا بالدعم المعنوي والإعلامي وحتى العسكري الأمريكي لإسرائيل، لأن هناك حلف استراتيجي بين الطرفين. لكن كما يبدو أنه كلما اقتربت الولايات المتحدة من شهر 11 من الانتخابات، هذا الأمر يؤثر على حكومة إدارة بايدن، لأن بايدن كما يبدو يعني في هناك أمام يعني كما قيل أمام ولايتين يعني قد يحسمان مستقبل بايدن السياسي، وهناك تراجع بالنقاط في شعبية بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الانتخابات الأمريكية التي هي على الأبواب، هذا الأمر يعني يبدو أنه يلعب ليس في صالح العلاقات بين بايدن وبين نتنياهو. فمن ناحية نتنياهو يبني على خسارة بايدن للانتخابات وعلى نجاح ترامب، ومن ناحية أخرى بايدن يحاول أنه قدر المستطاع
أن يستعيد ما خسره من شعبيته، وبالذات المسلمين والعرب الأمريكان الذين بدأوا يبتعدون عن الحزب الديمقراطي ولربما لا يصوتون في الانتخابات المقبلة. وهذا قد يعني ممكن يكون نذير بفشل وخسارة بايدن في الانتخابات القادمة. إذن فعلا هناك نوع من أنواع الأزمة، لكن علينا أن لا نعول كثيرا على قرار مجلس الأمن بالأمس، لأنه القرار الذي صدر بالأمس هو صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من ميثاق مجلس الأمن، وليس بناء على الفصل السابع. هو يطلب، هو لا يعني يفرض، وإنما يطلب، مع أن كل قرارات مجلس الأمن هي ملزمة، لكن مدام أنه اندرج ضمن الفصل السادس هذا يعني يبقى بدون تأثير كبير وغير ملزم بدرجة عالية، ولن يؤدي إلى استخدام القوة لإرغام الكيان الإسرائيلي على الانسحاب ووقف إطلاق النار، لأنه الفصل السابع ينص على أنه ما يحصل من قتال في أي منطقة من العالم يهدد السلم والأمن الدوليين، وهذا ليس موجودا في الفصل السادس كما هو معروف. أستاذ محمود، الجميع يتفق سواء في المنطقة العربية وحتى الآراء الدولية الغربية أن حكومة نتنياهو تعاني من اضطراب منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. مؤخرا استقال جدعون ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية. هذا الأمر ربما سيعمق من أزمة نتنياهو وربما ستؤثر على سير المفاوضات. هل هذا وارد أستاذ محمود؟ يعني الإرهابي والمجرم جدعون ساعر يعني هو مثله مثل سومتريتش وبن غفير، يعني هذه يعني حسابات يعني برلمانية بالنسبة لساعر، فلذلك ساعر لن يؤثر على حكومة نتنياهو، وكل ما يملكه هو 4 مقاعد لا تؤثر على استمرار حكومة نتنياهو، ولكن حسابات برلمانية فقط. ولكن كجدعون ساعر هو يعني لا يقل إرهابية أو قتلا أو يعني وحشية يعني قياسا لنتنياهو، ولذلك يحاول جدعون ساعر أن يكون في المجلس الحرب، ونتنياهو منعوا أن يدخل ويحضر الاجتماعات، وهذه مسائل شخصية أو برلمانية لا تؤثر على الحرب. يعني هنا نحن في حرب عدوانية وإبادة جماعية في قطاع غزة، يعني لا يختلف اثنان أن هناك خلافات يعني داخل مجلس الحرب الصهيوني أو مجلس الوزاري المصغر وحتى الوزارة الموسعة، يعني هناك خلافات، ولكن الخلاف هو يعني هدفه هو إطالة الحرب وقتل الفلسطينيين، يعني هذا هو الخلاف بين كل يعني أرباب يعني المجالس التي ذكرناها. وبالتالي مجالس الحكومة الصهيونية تختلف فقط كيف ستقتل الفلسطيني، كيف يعني تزيد من المجازر والإبادة الجماعية في قطاع غزة. يعني جدعون ساعر يعني يقول يعني يجب أن نستمر، يجب أن يستمر الجيش الصهيوني حتى رفح ويخلص المحتجزين، وبالتالي القضاء على المقاومة الفلسطينية، ومثله مثل بن غفير ونتنياهو وحتى بني جنت. يعني جميع هذه الجنرالات الصهيونية بوزرائهم يتفقون على قتل الفلسطينيين، ولكن هذه الخلافات هي خلافات تحصيل مجالس أو مقاعد في ما يسمى بالكنيست الصهيوني، ولكن يتفقون على القتل والإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. دكتور إبراهيم، الجميع يتفق أن الولايات المتحدة، وهذا ما ذكرتموه في هذا النقاش، أن الولايات المتحدة شريك أساسي في المجازر التي حصلت في قطاع غزة، ولكن من جديد يحذر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، يحذر من مخاطر اجتياح رفح، يتحدث عن بدائل. ما هي البدائل المتوقعة من وجهة نظركم دكتور إبراهيم؟
والله يعني هو كما عودنا بلينكن كلما جاء إلى المنطقة بدأت مصيبة جديدة يعني نعم في المنطقة. هذا الرجل هو أعلن عن نفسه أنه صهيوني ويهودي وما إلى ذلك، وهم يخططون ليل نهار لمساعدة الطرف الإسرائيلي في تحقيق بين قوسين الأهداف التي وضعها. أفتكر أنه من جملة ما يفكرون به هو سيناريو الاغتيالات، يعني أنه محاولة تحديد مواقع شخصيات فلسطينية مؤثرة في قطاع غزة واصطيادها أو قتلها طبعا. فأظن هذا هو أمر يعني وارد، ثم لربما توغلات محدودة في مناطق معينة، قد تكون مناطق فيها أنفاق أو لربما أهداف معينة يراها الطرف الإسرائيلي استراتيجي نعم. يمكن يعني الانقضاض عليها، إما من البحر أو من الجو أو عن طريق يعني وحدات خاصة، إما من المستعربين أو من المستعربين تحديداً التي يمكنها يعني الانقضاض على بعض الأهداف التي يحددونها. وأظن أن الطرف الأمريكي لديه القدرة في تحديد والتجسس والرصد وما إلى ذلك، وهذا قد يعني يتم التعاون بين الطرفين في تحقيق مثل هذه الأهداف. عبر سكايب من نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني محمود الصيفي، وعبر الهاتف من القدس المتخصص في الشأن الإسرائيلي الدكتور إبراهيم أبو جابر، شكرا جزيلا.